السلام عليكم ورحمة الله. موجز إخباري من قناة المرابطون، أهلا بكم. أكد الرئيس الموريتاني محمد الشيخ الغزواني عزمه على العمل من أجل تعزيز علاقات التعاون بين موريتانيا والنيجر. جاء ذلك في برقية تهنئة بعث بها الرئيس الموريتاني إلى نظيره النيجري محمد إيسوفو بمناسبة احتفاء بلاده بذكرى عيد استقلالها الوطني. كان إيسوفو قد شارك أمس في حفل تنصيب للشيخ الغزواني خلفا رئيسا لموريتانيا خلفا للرئيس منتهي الولاية محمد عبد العزيز. أجلت اللجنة الوطنية للمسابقات الامتحان الكتابية للشعبة التي يترشح لها المتسابقون من حملة شهادة ختم دروس الإعدادية بحسب إعلان صادر عنها. وقررت اللجنة تأجيل الامتحان إلى غاية الأربعاء الموافق للسابع من شهر أغسطس الجاري بعد أن كان مقررا إجراؤه يوم الأحد القادم. وأكدت اللجنة أن مسابقتي محكمة الحسابات ومديرية الحماية المدنية ستجرى في موعدها المحدد يوم الأحد المقبل. قال رئيس التحالف الشعبي تقدم مسعود بالخير أن موريتانيا متعطشة إلى تحول ديمقراطي وكانت تنتظر حدوثه منذ فترة طويلة، معبرا عن أمله في أن ينجز الرئيس الجديد ما لم ينجزه الرؤساء السابقون. وأضاف بالخير في تصريح لقناة المرابطون أن الشعب الموريتاني يتطلع إلى تحقيق الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية والمساواة بين مختلف مكونات المجتمع. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذا الموجز وغيره من مواجز ونشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. الرابعة نشرة إخبارية، دمتم في أمان الله.